وينضم إلينا هاتفيا المحلل الاستراتيجي العميد متقاعد عبد اللطيف الملحم لتسليط الضوء أكثر على بيان التحالف العربي. أهلا وسهلا بك عميد عبد اللطيف، أهلا بك في هذه النشرة. هذا الإنجاز الكبير الذي قام به يعني نخبة من قوات التحالف الخاصة في اليمن، وأيضا قاموا بعمل جبار، كيف سينعكس على العمليات والتطورات الجارية في اليمن؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بعد ما سمعت الخبر الحقيقة تذكرت كلمة أو أكثر من كلمة سمعتها في أحد المنتديات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي أن العالم أجمع يتعلم من المملكة العربية السعودية كيفية مكافحة، ليس فقط مكافحة الإرهاب، بل والتعامل معه والتعامل مع كل من ينتمي له. وطبعا الحقيقة هذه عملية انتقائية، طبعا قضية أنه قوات خاصة سعودية صحيح تساندها قوات يمنية ويتم القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي، بالرغم ما يجري في اليمن من 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 أمور كثيرة، من الصعوبة أنك تحدد الأهداف الإرهابية خاصة أنها أهداف تسمى أهداف متحركة وليست أهداف ثابتة، إلا أن المملكة تضع طبعا نصب عيونها البيئة الخصبة لاحتضان الإرهاب في بلد يعني فيه قلاقل كثيرة مثل اليمن. وتمت العملية النوعية في الداخل اليمني، وأيضا في العملية هذه شملت التي تم فيها القبض على أبو سامة المهاجر، طبعا تكلما مع آخرين أو عدد من التنظيم ومعهم المسؤول المالي. موضوع كلمة المسؤول المالي هذه يجب أن نضع عليها خطين، لأنه المسؤول المالي هو الحقيقة لديه معلومات قد لا تتوفر عن 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 عند الكثير، والمسؤول المالي في التنظيمات الإرهابية يعتبر من الأهم، خاصة أنه عنده سبل التمويل، من يعطيهم، من يمدهم، من يساعدهم، لأن العمليات الإرهابية والإرهابيين دائما يحتاجون إلى حركة دائمة من المساندة. طبعا من العملية هذه ما تمت بسهولة، طبعا تمت خلال مراقبة دقيقة، وكذلك تمت بسرعة، يعني لم تزيد عن 10 دقائق، وخاصة أنه يعني تم مصادرة كثير من الذخيرة والجزيرة الإلكترونية في وقت أنه تم حماية المدنيين وعدم المساس بأي إنسان قريب من موقع الحدث. وطبعا هذا أمر ليس بالسهل، وشفنا عمليات سابقة في محاربة الإرهاب لدول أجنبية ومع ذلك كان يعني هناك الخسائر البشرية كثيرة، ولكن العملية هذه تمت بسهولة. وتم يعني كأنها عملية جراحية، لأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين. صحيح. والعقيد سعادة العقيد المالكي ذكر أن المملكة لن تتوقف عن العملية هذه، ولكنها ستستمر في مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه، ليس فقط نوع محدد من الإرهاب. نعم، العميد عبد اللطيف الملحم، شكرا جزيلا لوجودك معي.